أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الحلقة من برنامج هنا بيروت، اليوم السبت الخامس من آب 2023. يسعدني أن أرحب بضيفي في الاستوديو بالأستاذ توفيق شومان، الصحفي والكاتب السياسي. أهلا وسهلا فيك أستاذ توفيق معنا. أهلا بك وتحياتي إليك ولكل المشاهدين. أهلا وسهلا. البداية طبعا من آخر المستجدات، وهي التحذيرات التي أطلقتها السفارات، سفارة المملكة العربية السعودية وسفارة دولة الكويت، لرعاياهم الموجودين في لبنان مغادرة لبنان، وأيضا الحذر من الأماكن التي قد تشهد بعض الأحداث الأمنية. هل هذه البيانات بوقتها صدرت؟ يعني إذا بدنا نحكي عن أحداث عين الحلوة، ربما الآن يسود هدوء، وإن كان هذا الهدوء حذر في عين الحلوة، ولكن هل تأخرت هذه البيانات أم هناك شيء ما خلف صدور بيانات التحذير هذا؟ هلا طبعا هي يعني بالشكل أنا برأيي إنه هي بيانات متأخرة، ولكن بالمضمون أعتقد بأنه الكثير من السفارات الأجنبية في لبنان تلتقي مع تحليلات لبنانية طلعت منذ اليوم الأول لمعارك عين الحلوة بأن هذه الجولة الأعنف بالقتال منذ العام 2017 لن تكون إلا حلقة في سياق سلسلة من المعارك والحروب المقبلة داخل مخيم عين الحلوة بالذات. ليش عين الحلوة؟ بعين الحلوة خلينا نحكي الأمور يعني بصراحة وبشفافية مطلقة، في تراجع لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، مقابل أنه في مناطق نفوذ تتوسع يوما بعد يوم عائدة لسيطرة بعض القوى الإسلامية وتحديدا جند الشام وغيرها، أيضا وحتى فتح الإسلام وغيرها. وهذه التنظيمات صحيح أنه هي داخل المخيم عن الحلوة، ولكنها بالوقت نفسه تضم عناصر غير فلسطينية، يعني الكثرة الكاثرة منها أو جزء كبير من المنتمين والمنضوين في هذه التنظيمات ليسوا من الفلسطينيين، وبالتالي هي تنظيم إسلامي مشكل من جنسيات مختلفة، من جنسيات عابرة للأقطار العربية وربما غير العربية أيضا، وبالتالي مش محسوبة على كونها تنظيما فلسطينيا. ولكن الخطورة أنه في ظل تراجع النفوذ وتراجع التقديمات الاجتماعية والمالية أيضا للفصائل المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية، مثل هذه الحركات تتوسع وبالتالي يعني أصبح لها مناطق نفوذ مثل منطقة الطيري مثلا بعين الحلوة وربما غيرها. وعم نلاحظ أنه بكل فترة عم بيكون في توسع للمساحة التي تسيطر عليها مثل هذه التنظيمات. بالمقابل كمان خلينا نقول بشفافية أنه في تراجع للقوة الضاربة أو القوة التي كانت تحسب بأنها قوة ضاربة اللي هي حركة فتح. يعني مسألة ليست سهلة على الإطلاق، لماذا أن يغتال وأن يقتل مسؤول الأمن الوطني، مسألة ليست عادية على الإطلاق. لماذا هذا التراجع لفتح في داخل مخيم عين الحلوة؟ هو المشروع الوطني الفلسطيني بصورة عامة متراجع، بس كمان أنه هذا عائد إلى مجموعة من الأسباب. السبب الأول أنه يعني السلطة الفلسطينية بصورة عامة تعتبر بأنه شؤون المخيم عن الحلوة، شؤون اللاجئين الفلسطينيين بصورة عامة عائدة إلى الأونروا، والأونروا أيضا خفضت تقديمات المستوى السياسي، يعني كأنه هناك في تنصل من قبل السلطة الفلسطينية بأن تتولى أمر المخيمات. المسألة الثانية التقديمات المالية، يعني بالفصائل منظمة التحرير يعني إذا بدنا نحكي بالدولار يعني إنه 200-300 دولار، في حين إنه بعض المنظمات السامية الأخرى يصل عدد يعني يصل الراتب الشهري إلى ما يتجاوز 800 دولار في ظل يعني في ظل التضييق على العمل الفلسطينيين في لبنان، وبالتالي عدم نيلهم حقوقهم المدنية. فالكثير من الشباب الجديد يعني إحنا بنلاحظ إذا بنيجي بنعمل يعني نرسم لوحة معينة حول المنضوين داخل الحركات الإسلامية وتحديدا جند الشام أو غيرها، هم من الفئة الشابة ومن الجيل الجديد، في حين أنه الجيل المخضرم أنه ما زال بدون شك يعني أنه داخل التنظيمات العائدة لمنظمة التحرير الفلسطينية أو على الأقل التنظيمات الوطنية، مش عم بقصد حماس أو الجهاد الإسلامي، عم بقصد بدون شك التنظيمات التي هي على نوع وعلى شاكلة يعني حركة جند الشام. في كم من الشباب هائل، وبالتالي هم يعني تنظيمات فتية
وتنظيمات شابة، ويغريهم الخطاب الإسلامي من جهة، ويغريهم التقديمات المالية من جهة أخرى، في ظل حالة شبه فراغ تقريبا على المستوى الأمني وعلى مستوى إلى الاهتمام اللازم بأوضاع الفلسطينيين بلبنان من قبل السلطة الفلسطينية. نعم. طيب قبل ما نحكي قد في إمكانية أنه ترجع هذه الاشتباكات اللي شهدناها خلال الأيام الماضية ترجع تندلع في مخيم عين الحلوة، وإلى أي مدى ممكن أن تمتد إلى مخيمات أخرى؟ البيانات التي صدرت عن السفارة السعودية وسفارة الكويت، هذه البيانات هل هي وألمانيا يعني حتى الساعة لم يصدر، ما بعرف، حتى مساء أمس لم يكن قد صدر شيء عنها رسميا، قيل أنه صدر عن، ولكن لم يتم التأكد من هذا الأمر لأنه على صفحتها على فيسبوك لم تنشر هذا الأمر السفارة الألمانية. ولكن هذه السفارات التي تدعو رعاياها للحذر والعودة بسرعة إلى بلادها، السبب الآن قلت حضرتك بالبداية تأخروا، إذا سبب عين الحلوة تأخر، نعم، هل يمكن أنه يكون مرتبط بمعلومات موجودة لديها بأنه قد يعود الاشتباك في مكان أقله بتحليل يعني معظم اللبنانيين والفلسطينيين الذين تابعوا المعارك أو الحرب التي دارت، لأنه حرب بكلهم في الكلمة من معنى، جراء استخدام يعني أسلحة لم تستخدم على الإطلاق، يعني صواريخ ومدافع وأسلحة ثقيلة وإلى آخره، على الأقل هناك في شبه يعني في شبه إجماع على أنه الذي جرى في عين الحلوة يعني له ارتباطان، الأول ارتباط أقليمي، المسألة الثانية أنه لن يبقى محصورا داخل مخيم عين الحلوة. يعني نحن الآن أمام هدوء حذر تقريبا منذ 48 ساعة لغاية الآن، بس القسم الأكبر من الفلسطينيين الذين نزحوا من مخيم عين الحلوة لم يعودوا لغاية هذه اللحظة إلى مخيم عين الحلوة، يعني حتى عند السكان في حالة حذر وفي حالة خوف. أنا بعتقد هذا التحذير الذي يأتي من السفارات مبني على مثل هذه التحليلات، بأنه هذه الجودة القتالية لن تكون الأخيرة وربما أيضا تتوسع إلى خارج عن الحلوة. كمان خلينا نذكر في هذا السياق أيضا أنه تقريبا من المرات النادرة التي شملت فيها يعني أو التي توسعت فيها المناطق التي تعرضت لتوتر ولقلق ولاضطراب، عم تحكي عن عبرة، عم تحكي عن الهلالية، عم تحكي عن منطقة الصيدا، عم تحكي على مشارف الغازية، عم تحكي عن جسر سيني، هذا لم يحدث إطلاقا يعني في السابق. فلذلك أنا برأيي أنه يعني بدون شك أنه هذه البيانات تنطوي على قلق، بس أنه على قلق مبني على معطيات، أنه هذا التوسع بدائرة الاضطراب ودائرة الحذر ودائرة الاضطراب الأمني الذي تعدى مساحة عين الحلوة، وبالتالي هذا النزوح الكبير عم نحكي عن تقريبا يقال بأنه أكثر من بين 15 و20 ألف نازح خرجوا من المخيم. هذا أنا برأيي السفارات الأجنبية كانت العربية أو الأجنبية تبني عليه. فوق ذلك أنه نحن عم نكون أمام ظاهرة الآن في مخيم عين الحلوة، هي ظاهرة جند الشام ومن يماثلها أيضا، التي قد تتحول وتحولت حقيقة إلى رقم صعب داخل المخيم. اليوم إذا إمارة، يعني نحن عم نحكي الآن أنه في إمارة داخل إمارة إلى هذا الحد خطر وجود اليوم، ولو كان تعبير مجازي، بس بدون شك أنت وقت عم تسيطري على مناطق معينة في عين الحلوة مش عم تستطيع قوات الأمن الفلسطينية أن تخرقها أو أن تدخله، فمعنى ذلك نحن أمام إمارة غير معلنة. نعم، حتى اليوم لم يتم تسليم المطلوبين يعني ولن يتم. لن يتم. صعب. صعب. معروفين بالأسماء يعني. معروفين. صحيح. معروفين بالأسماء، ولكن كيف في وعود؟ يعني أنا أبو أسامة سعد اللي هو من يعني الأساسيين بموضوع المفاوضات والتواصل مع الفصائل الفلسطينية، أكد إنه كان في وعود قدمتها هذه الفصائل، وأيضا يعني عصبة الأنصار اللي هي عم تتواصل مع الجماعات الإسلامية بأن يتم نعم اللي هن مش الجماعات الفلسطينية. أنا برأيي لو كان هناك جدية بالتسليم كان منذ اللحظة الأولى. وأصلا يعني ما كان يجب أن يقتل قائد الأمن الوطني، يعني ما هو قتل مش حتى يعني يتم تسليم الذين قتلوا، يعني خارج المسألة إطلاقا، يعني هو قتل ومرافقوه الأربعة،
وبالتالي انه عمليه الاغتيال انا برايي انه هي كان الهدف هو اغتيال اكبر راس عسكري وامني تابع لحركه فتح داخل مخيم عن الحلوي. وما بتصور انه ممكن ان على الاقل تقديري انه ان يصار الى تسليم القتله، ما كانوا قتلوا ولكن تسلم القتله. نعم. حتى لو صار وعود، حتى في الكثير من المطلوبين على اي حال في الكثير من المطلوبين داخل المخيم، ولكن هذا يؤشر بهذه المعركة تحديدا التي حصلت بهذه الاشتباكات الأخيرة، يؤشر عدم تسليم المطلوبين إلى إمكانية كبيرة لتجدد الاشتباكات، لأنه فتح لن تسكت عن اغتيال مسؤول كبير قيادي لها، وخصوصا أنه كان في تململ داخل صفوف حركة فتح وانزعاج كبير من المقاتلين الذين توقفوا عن إطلاق النار قبل أن يحرزوا أي تقدم أو حتى أن يكونوا قد سجلوا هدف بمرمى الطرف الآخر. صحيح. الذي تماماً. يعني كمان هو في مشكلة عند فتح أنه قرار غير موحد، وكمان بالوقت نفسه انه داخل فتح في مجموعه من الرؤوس، يعني البعض بيقول انه يعني بعد شيوع نبأ اغتيال العرموشي ابو اشرف العرموشي انه في يعني في عناصر وفي كتائب من حركه فتح لم تشارك في القتال، يعني نتيجة تعدد الرؤوس وتعدد القرارات أيضا. وهذا على أي حال يعني هذا بصب بمطرح يقوي الجهة الأخرى طبعا بدون شك يضعف حركة بدون فتح شك. بمكان هو أنا بتصور يعني أنه كمان قبل بفترة أنه عندما تم اختراق أكثر من موقع لحركة فتح داخل مخيم عن الحلوي كانت عملية اختبار، وبين بأنه حركة فتح لن تستطيع أن تسيطر على كامل المخيم كما كان في السابق بصرف النظر عن الاسم الذي يمكن أن تتخذه منه قوات أمن وطني أو غيره منظمة التحرير أو غيره. هلأ هذه المعارك أيضا اللي صار فيها تراشق مدفعي، وبالتالي عجزت قوة الأمن الفلسطيني أو القوة الضاربة داخل مخيم عن الحلوي عن اختراق المنطقة التي تسيطر عليها جند الشام، هذا بدون شك تسجل نقاط ضعف بحركة فتح. طيب هون عم نحكي عن سيناريو جديد بأنه طالما بس كمان خلينا نقول أنه يعني كل التقديرات نعم. وأنا من أصحاب هذا التقدير بأنه هذه الجولة القتالية لن تكون الأخيرة في جولات مقبلة. هل ستكون وهون قريبة؟ وهون كمان فينا نربطها مع البيانات التي أصدرت السفارات. نعم. على كل حال بما أنه نتحدث عن السفارات عدنا إلى الحديث، سفارة ألمانيا نفت عبر فيسبوك أن تكون قد ردت على الشائعات المتداولة ونفت أن تكون قد طلبت من رعاية مغادرة لبنان. هيدي السفارة يعني الألمانية يعني على فيسبوك مريح وإن كان ربما لا يلغي أيضا التحليلات التي تقدم من السفارات يعني بأنه هذه الجولة لن تكون الأخيرة، يعني نحن الآن أمام وقف عمليات قتالية وليست أمام معالجة جذرية لأوضاع مقيم عن الحلو. نعم. عندما نتحدث عن عدم ضمان تسليم المطلوبين في الاشتباكات الأخيرة وتحديدا المطلوبين اللي يعني قاموا باغتيال أتمنى أبو أشرف أكون مخطئ يعني. العرموشي هذا ينذر بأنه قد تندلع اشتباكات جديدة قريبا في مخيم عين الحلوة، لأنه كما تحدثنا عن يعني التعصيب اللي بيعاني منه عدد من عناصر حركة فتح لعدم أخذ الثأر أو لعدم تسجيل أي هدف بالرد، حتى أنه صدر كتير شائعات تحدثت عن أنه الجيش اللبناني سيدخل إلى المخيم. اليوم رد الجيش ببيان نفت قيادة الجيش كل ما تم التداول في على مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن مصدر عسكري حول تحضير لعملية عسكرية داخل مخيم عين الحلوة، مؤكدة أنها ستتابع بدقة الوضع الأمني بالمخيم. وبحسب المعلومات أنه هن الجيش صحيح هو يطوق المخيم ولكنه يسمح للمدنيين بالدخول وخروجا إلى داخل المخيم، لا سيما أنه في نازحين في الخارج يريدون العودة. أدي اليوم خطير أن تنتقل هذه الشرارة من عين الحلوة إلى المخيمات في المناطق. هلا طبعا تركيبة مخيم عن الحلوة مختلفة إلى حد ما عن تركيبة المخيمات الأخرى. يعني لغاية الآن يعني ظهور الحركات المحسوبة على التشدد الإسلامي في المخيمات الأخرى غير واضحة.
لكن بمخيم عين الحلوة واضحة تماما كما قلت قبل قليل، هناك مناطق نفوذ واضحة، بينما بالمخيمات الأخرى مش واضح هذا. وبتصور أنه حركة النزوح أيضا، يعني اللي كان النزوح السوري أو حتى أنه في سودانيين أو حتى أنه في مصريين أو حتى كما يقال أنه في عراقيين وربما أيضا من جنسيات خليجية أخرى بالمخيمات الأخرى، لأنه عدد السكان أقل، لأنه المساحة الجغرافية أقل، لأنه وجود الفصائل المنتمية إلى منظمة التحرير الفلسطينية أكثر وبالتالي مسيطرة على الأوضاع أكثر، بتصور أنه في صعوبة إلى حد ما بأن تنتقل هذه المعارك إلى المخيمات الأخرى. عم نحكي عن صبرا، عم نحكي عن شتيلة، عن بيج البراجني، عن الرشيدية، عن غيرها. التركيبة مختلفة تماما أو لنقل مختلفة وأحذف تماما، بس أنه نعم إذا تطورت ربما بين يعني انتقلت من كونها معارك بين حركة فتح وجند الشام ومن يماثلها إلى فصائل أخرى، نعم أنه هذا أمر محتمل، مع التأكيد على أنه المخيمات الفلسطينية الأخرى إذا لم تحتوي على تنظيمات مثل حركة جند الشام، بس أنه قد يكون هناك عناصر أيضا أو خلايا نائمة قد تتحرك فترة من الفترات، ولكن كتنظيم قائم بذاته هذا غير واضح وغير معروف في المخيمات الأخرى. ولكن هذه الخلايا النائمة إلى أي مدى تشكل يعني ممكن خطر تعمل تفجير اليوم؟ نعم يعني يمكن أنه تغتال أيضا، يعني تحاول هي يعني تنقل المعركة إلى خارج مخيم عن الحلوي أو إلى أي مخيم آخر من المخيمات الفلسطينية الموجودة بلبنان كشكل من أشكال الضغط الأمني والاجتماعي، إذا تعرضت يعني لاحتمال خسارة داخل عن الحلوي، نعم قد توسع المعركة عبر تفجير أمني، عبر عملية اغتيال، عبر أي أسلوب من الأساليب الأمنية والعسكرية، أمر محتمل. ولكن كل التقديرات وكل التقارير أيضا التي تتحدث عن داخل المخيمات الفلسطينية خارج مخيم عن الحلوي تقول بأنه هذه التنظيمات يعني ما إلى بنية تنظيمية واضحة، ولكن أنه قد يكون يعني في هذه المخيمات أنصار قد يلجؤون في مرحلة من المراحل إلى أعمال أمنية وعسكرية معينة. اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تابع مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب مع وزير الداخلية بسام مولوي، كل هذه التطورات المتعلقة تحديدا بالبيانات اللي أصدرتها السفارات، وكان في بحسب المعطيات تأكيد على أنه لا شيء يستدعي هذا القلق والهلع، وفي تطور مستمر بموضوع عين الحلوة إيجابي على صعيد التهدئة، وقيل أنه تم قطع أشواط كبيرة بهذا الموضوع، وكلف يعني الرئيس الحكومي أنه أبو حبيب وزير الخارجية يتواصل مع السعودية والكويت لمعرفة لطمأنتهم ومعرفة أسباب هذه البيانات. هل تعتقد كما يقال اليوم أنه ليست عين الحلوة والأحداث الأمنية التي حصلت فيها هي ما دفع بالسعودية والكويت لإصدار هذه البيانات، إنما وضع إقليمي معين مكركب شوي ربما بين السعودية وإيران في مكان ما، وهل علاقة هل لهذا الوضع هل هناك علاقة لحقل الدرة الخلاف اللي صاير بين إيران والكويت ووقوف السعودية إلى جانب الكويت؟ يعني بعض التحليلات تربط بين هذين الأمرين، بس بتصور يعني أنا على الأقل تحليلي لا يربط بين الأمرين، وإن لا يستبعد على سبيل المثال أن تكون هذه التحذيرات لها علاقة أيضا بالضغط على الداخل اللبناني، منه ما له علاقة باللقاء الخماسي، منه ما له علاقة بالانتخابات الرئاسية، منه أيضا ما له علاقة بالضغط على بعض الأطراف الداخلية بلبنان، هذا أمر يعني محتمل ومرجح، ولكن أنه بتصور لا أنه بما له علاقة بحقل الدرة مسألة بعيدة، وهي على كل حقل الدرة اللي بتحكي فيه كل فترة تقريبا ينشب مثل هذا النزاع بين الدول الثلاثة اللي حضرتك قلتيهم، إيران والكويت والسعودية. لكن بالوقت نفسه يعني إذا بدي أتوسع شوي بحقل الدرة، هو بدل بمطرح من المطارح خصوصا إذا صدقت الأنباء بأن
المملكة العربية السعودية أجلت فتح سفارتها في طهران يدل على أنه الانفراج الذي حصل في العلاقات بين الطرفين منذ 10 آذار الماضي في عقبات، ولكن دون أن نعود إلى الوراء في عقبات من ضمنها حقل الدرة، وهذا يستدعي على أي حال أن تجتمع الأطراف الثلاثة لترسيم هذه الأوضاع وبالتالي البحث. بس أنه واضح تماما أنه رغم الانفراج الحاصل ورغم تأكيد، وأنا كنت بطهران يعني من حوالي أسبوعين تقريبا وسمعت هذا من المسؤولين الإيرانيين بأنه العلاقات السعودية الإيرانية ذاهبة إلى الأمام، بدأ وقت بدون شك، بس أنه باب الانفراج فتح ولن يغلق، ولكن هذا ما بيعني أنه ما في عقبات على الطريق بوحدة منها حقل الدرة. يعني الأغلب أن يكون هو موضوع ضغط على الداخل لانتخاب رئيس جمهورية. طب لماذا يأتي هذا الضغط قبل انعقاد الاجتماع أو الجلسة التشاورية أو ورشة العمل اللي بدأت تنعمل برعاية اللجنة الخماسية؟ لا أنا برأيي أنه من الآن وحتى أيلول، أنت تعرفي الآن مدام حليمة أنه يعني طلب الفرنسيون من الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية أن يقدموا تصورات مكتوبة، وبالتالي هذه التصورات تدرس من الآن إلى ما قبل عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لدوريون إلى بيروت، وبالتالي هو من خلال هذه التصورات المكتوبة يمكن أن يستنتج النقاط المشتركة بين الأطراف كافة. بدك توقعي من الآن وحتى الموعد المرتقب للزيارة العتيدة يعني عناصر متعددة وأشكال متعددة من الضغط، قد يكون من هذا البيان للسفارتين السعودية والكويتية. بكرة ممكن قد تسمعي أيضا يعني أيضا ذرائع أخرى، ولكنها كلها تصب في حالات الضغط على لبنان، وبالتالي أنه في تهديد الآن فرنسي أنه نحن إذا لم تصل القوى السياسية اللبنانية أي نقاط مشتركة قد تنسحب فرنسا من رعاية المبادرة التي تطلقها، وهي على أي حال يعني هي بالرمق الأخير، وبالتالي يعني قال بتصور يعني الموفد الفرنسي إلى أكثر من مسؤول لبناني، وحتى سربت صحيفة ليموند من حوالي 4 أيام أيضا معلومات بتقول إنه إذا لم يتوصل اللبنانيون إلى نقاط مشتركة ففرنسا بتسحب إيدها، وبالتالي إنه الذي سوف يحدث بعد ذلك أن الشأن اللبناني يتحول إلى اللقاء الخماسي مجتمعا، وهذا شكل من أشكال الضغط. ممكن تلاقي فيما بعد أيضا أنه ضغوطات مالية، ممكن تلاقي ضغوطات اقتصادية، ممكن تلاقي أيضا أنه بعض الدول أيضا تدعو يعني مواطنيها إلى عدم المجيء إلى لبنان للسياحة. يعني أنا بتصور أنه فينا نربط بيان هاتين السفارتين بمجموعة من عناصر الضغط بانتظار الزيارة المرتقبة للمبعوث الفرنسي إلى لبنان. طيب طبعا دون أن يعني ذلك أن المخاطر الأمنية المتعلقة بعين الحلوي غير موجودة، لأنه الأرضية الأساسية التي تم بناء البيانين عليها متعلقة بعين الحلوي وأحداثها واحتمالات توسعها أيضا، هذا ما نأخذه بعين الاعتبار. طيب بموضوع الرئاسي وموضوع اللجنة الخماسية، كما ذكرنا أنه بأيلول المقبل يفترض أن يتم الدعوة للقاء التشاوري. هذا اللقاء الذي لن ينتج رئيس للجمهورية حتى الآن، بل هو سيكون لورشة عمل تبحث بمواصفات وخطوات المرحلة المقبلة. بعد ذلك يصير إسقاط الأسماء. نعم. أسماء لن تبحث على طاولة هذا اللقاء، أو على الأقل يعني آخر مرة مصادر دبلوماسية بالسفارة السعودية أكدت أنه هذا شأن داخلي، موضوع الأسماء شأن داخلي. الكل بيقول شأن داخلي. نعم. الكل بيقول مش عم نتدخل وهذا شأن داخلي، بس الكل بيتدخل. كلمة أنت بوابك مشرع، بوابك مفتوحة، نوافذك مفتوحة، وهذا لوحده مجرد أنه ما في عنا بواب نحن، هذا بيعني أنه كل الخارج بده يتدخل، كل الخارج يعني بدون عم بيتدخلوا بالأسماء. لا بالأسماء يعني أنه حدا يتبنى اسما معينا لا مش موجود، بس أنت وقت اللي بتجي بتقري المواصفات لإكس من الناس مثلا، أنه بيطلع عندك أنه في هذه المواصفات لا تنطبق إلا على إكس أو زد أو إجريج،
واضح تمام، بس انه ان يخرج طرف خصوصا يعني اطراف اللقاء الخماسي وتقول بانه نحن مرشحنا المرشح الفلاني، لا هذا مش عم بيصير. هلا كان الفرنسيين بس بفتره بتعرفي وكل المشاهدين بيعرفوا انه مشوا بالمبادره القائمه على معاهده سليماني فرنجي ونواف سلام، بس انه هذه المبادره باجتماع الدوحه الاخير سقطت، وبالتالي اصبح البحث عن يعني عن سياقات اخرى وعن عناوين اخرى. هلا بقول يعني لوداريون انه بحسب ما هو بيعرف تماما يعني ما في حدا يعني كان بلبنان او خارج لبنان انه نتيجه التجاذب الحاصل انه كل طرف بيطرح مواصفات معينه لمرشحه الرئاسي، الكل بيعرف تماما انه هذه المواصفات متضاربه، وان التقت بالعناوين العامه انه رئيس حياد ورئيس توافق ورئيس حواري و الى اخره، هذه عناوين عامه. لكن بتفوتي على التفاصيل هون الكاسل بتصير. الفرنسيون يعرفون ذلك، بس انه دائما عم ينطلقوا الفرنسيين من يعني برعايه اكثر من مبادره بلبنان من وقت 4 آب يعني وقت الانفجار وصولا الى الانتخابات الرئاسية الحالية، من منطلق وجداني وعاطفي وتقليدي وتاريخي وثقافي نتيجة علاقتهم مع لبنان. هذا هو فقط اللي عم بيحرك الآلية الفرنسية باتجاه يعني باتجاه الشأن الرئاسي. لكن انه بيبقى انه هل الفرنسيون يستطيعون بس لوحدهم انه ان ينتجوا رئيسا للجمهورية؟ لا. انه اي رئيس للجمهوريه بده يكون في موافقه من جانبين، الجانب المحلي بده يكون في توافق عليه، والجانب الاقليمي والجانب الدولي، كما حدث مرارا على الاقل منذ مرحله ما بعد الحرب بلبنان يعني من ال 75 وبالجيم. ولكن انه بيبقى انه هل يعني يمكن ان تذهب هون، كنا عم نقول انه عن ضغوطات قد تحدث يعني بمرحلة ما قبل أيلول أو ما بعد أيلول. هون بخلينا نرجع كمان على بيان الدوحة اللقاء الخماسي، أنه بنص البيان الختامي في احتمال أن تتخذ إجراءات معينة بحق المعرقلين للانتخابات الرئاسية. هذه الإجراءات ستكون على هيئة شو؟ عقوبات أو طبعا وقت اللي عم ينقال عن إجراءات أكيد يعني انت عم تحكي عن عقوبات، بصرف النظر ماذا يمكن يعني شو نوعيه هذه العقوبات وبالتالي شو شكل هذه العقوبات، بس واضح تماما التهديد واضح، وان تم استخدام يعني تعبير ملطف، حكيوا عن اجراءات ما حكيوا عن عقوبات. بس الاجراءات تعني عقوبات حتما. طيب هل سينجح تنجح هذه الكتل السياسية المتناحرة واللي ما عم تقدر تتفق بمجلس النواب؟ 12 جلسة عقدت وبيسميهم رئيس حزب القوات اللبنانية جلسات فلكلورية، اليوم ستتفق على شيء بوحدة أقل بالمواصفات على طاولة تشاورية برعاية اللجنة الخماسية؟ لحد هلا مش مبين شيء أبدا. وبتصور انه كل التسريبات التي كمان يعني سربت عن اللقاءات التي اجتمع فيها المبعوث الفرنسي مع المسؤولين اللبنانيين باكد هو قال لهم بالدوحه وقال لهم بالمملكه العربيه السعوديه ايضا انه يعني كل الاطراف السياسيه اللبنانيه التي سمعتها لم اجد قاسما مشتركا او جامعا مشتركا على الاقل بين المواصفات التي سمعتها من كل الاطراف السياسيه اللبنانيه، يعني هو واصل على الاقل اذا فيك تجمعي هذه التسريبات ولم ينفها، وايضا بعض المقالات التي تنشر ايضا في الصحف الفرنسيه، كانه هو واصل الى حاله ياس تقريبا، وبالتالي هذا كله يؤدي الى عدم توقع ان نشهد عمليه انتخاب لرئيس الجمهوريه باي لانه هنا اساسا ولو انعقد قبل بمره اجتمعوا بقصر السنوبر بعد انفجار 4 آب واتفقوا على مجموعه من البنود الاصلاحيه ولم يتم تنفيذ اي بند اصلاحي من هذه البنود. ولكن حتى بالفترة الأخيرة سمعنا أصوات معارضة لأي حوار قد يجرى، لذا تم استبدال كلمة طاولة حوار بطاولة عمل أو حلقة تشاورية، يعني تسميات بالنهاية هي طاولة حيقعدوا عليها ويحكوا مع بعض. صحيح. يعني هذه هي النتيجة. طبعا هلا أن الفرنسيين يعني هذه بتصور أنه بالفترة المقبلة باللغة السياسية اللبنانية طابل دي ترافاي يعني بدها تصير شائعة أيضا أنه طاولة عمل. يعني يمكن هن راح
راحوا الفرنسي وهن سربوها على كل هذا المصطلح هن سربوه. يعني بتصور هن راحوا الى مطرح حتى لا تثير حساسيات، يعني استخدام طاوله حوار وبرعايه فرنسيه قد تثير حساسيات بعض الاطراف السياسيه اللبنانيه، خصوصا بان بعض هذه الاطراف ايضا كان بفتره من الفترات بدا يشن حمله شعواء على المبادره الفرنسيه. نعم. خصوصا وقت اللي كان عم ينحكى انه ماشيين بمشروع او بمعادله الثمان الفرنجيه ونواف اسلام. لذلك انا برايي ذهبوا الى طاوله عمل التي هي مضمونه لن يكون يعني اقل من مضمون اي لقاء تشاوري، واللقاء التشاوري لن يكون مضمونه اقل من اي طاوله حوار، هي ذاتها بس باسماء مختلفه. مع هذا المجلس النيابي اي طاوله عمل هي مضيعه للوقت؟ مش مع المجلس النيابي، مع القوى السياسيه. ما هو هي هذه القوى ممثليه موجودين بالمجلس النيابي وهن اللي بده يروح ينتخبوا الرئيس. في عندنا مشكله سيدتي، نحن عندنا مشكله الان بلبنان هي غياب السياسي. نحن ما في عندنا سياسي بلبنان. ما السياسي انت بدك تشوفي كيف بدك تدير الدوله والمجتمع، هذه هي السياسي. طيب تدمرت الدوله وتدمرت المجتمع، اكيد غابت السياسي، ما في عندنا سياسي، في كيديات. يعني في عنا نحن يعني نوع من الأفعال الأبلية والجاهلية والعشائرية، وما في عنا سياسة، سياسة تسوية، أنت بتتنازل وأنا بتنازل، أنت بتربح وأنا بربح، اللي عم بصير كله خسارات يعني على طريقة الحروب الجاهلية، وهذه لا تؤدي لا إلى بناء دولة ولا إلى بناء مجتمع. عم نشوف النتائج على الأرض ماليا واقتصاديا وأمنيا وصحيا وتعليميا وكل شيء وإلى آخره. لا ما في سياسي. أنا برأيي لا، أنه في مطرح من يعني من المطارح وقت بدك تعيد الاعتبار للعمل السياسي بلبنان، لا بدك تكوني مسبقا على قناعة مسبقة أنه ليس كل ما تطلبينه بتحققيه. بالسياسي ما في شيء كل شيء بتطلبيه بتحققيه، بدك دائما تاخذي بعين الاعتبار انه في اطراف اخرى، مثل ما يجب ان تاخذ الاطراف الاخرى مصلحتك، انت ايضا يجب ان تاخذي مصالح الاطراف الاخرى. اللي عم بصير بلبنان في نوع من حروب الالغاء السياسيه وبالتالي حروب الكيد. يعني انت لاحظي نحن بنكون ازمه عدم انتخاب رئيس الجمهوريه منذ الفراغ الرئاسي. هلا بسموه خلو بالدستور، في شيء اسمه خلو، في شيء اسمه خلاء وخلو، عفوا في شيء اسمه شغور، يعني ما بعرف يعني لماذا تستخدم هذا المصطلح. بالدستور في خلو وفي خلاء. نعم. فلذلك اللي يعني نحن منذ ما قبل 31 تشرين الاول، يعني وقت اللي كان عم ينحكى قبل بشهر وشهرين وثلاثه انه يجب ان تتفق القوى السياسيه اللبنانيه على انتخاب رئيس كما تحدد الماده 49، ما حدث مثل هذا، ما حدث مثل هذا الامر. ليش؟ لانه كل طرف سياسي يريد رئيسا على شكله وعلى لونه وعلى طعمه وعلى نكهته. طيب صار بعدين يقال بانه يعني الفراغ الرئاسي لن يستمر أكثر من أواخر سنة 2022، يعني كمان يعطوا نوع من الأمل الواهم للناس. لم يحدث هذا الأمر. صحيح. بعد ذلك أيضا أصبح في هناك رهان آخر أو بس أمل مزيف آخر أنه بكانون الثاني أو بشباط سوف يشهد لبنان رئيسا جديدا. كمان كان هذا أملا أو وهما مزيفا أو تصدير وإنتاج الأوهام. بعد ذلك سينقال بالربيع، بعد ذلك سينقال قبل 14 أو منتصف حزيران، بعد ذلك سينقال مواعيد يعني لا تصدق، مواعيد قائمة فقط على الإيهام دون وهم. أن يكون صحيح. هناك أي فعل جدي. أستاذ توفيق، أي عمل أمني يؤدي إلى تدخل الجيش مثل ما يحصل الآن في على الرغم من أنه قيادة الجيش نفت أن يكون لديها نية بالقيام بأي عملية أمنية، ولكن التطورات على الأرض تفرض نفسها عندما تحصل المفاجآت. صحيح. وهنا يعني لا يستبعد كثر سيناريو نهر البارد، وإن اختلفت يعني وقت الأسباب اللي أدت إلى تدخل الجيش، ولكن اليوم إذا فلت الوضع الأمني في المخيمات وتطور يعني عادت الإشكالات لتقع وتطورت حدة الاشتباكات، قد نتفاجأ ربما بتدخل الجيش اللبناني في مكان ما. هل هذا تدخل قد يأتي لقائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية؟ يعني هو سيناريو مخيف، هذا معك حق فيه، وإن يعني موجود في الأروقة وفي الأوساط السياسية المغلقة،
في يعني في 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 تحليل من 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 هذا لأنه النوع. عم نسمع نعم في تحليل من هذا النوع، وحتى انه يعني بعض التحليلات ذهب الى انه كل هذا الذي يجري بعن الحلوي هو مخطط له من قبل جهات احيانا بيحددوها احيانا ما بيحددوها. مثلا الهدف منها خلق بؤر امنيه صعبه ومتوتره ومضطربه وتوسيع اكبر مساحه ممكنه من التوتر. كل هذا يؤدي الى ان يتدخل الجيش اللبناني بعد ان تتعرض مراكزه لقصف مستمر من يعني من داخل المخيم عن الحلوي، بيضطر للرد فعمليا بيكون انخرط في المعركه. وبالتالي هذا يعطي كرت ابيض لقائد الجيش لان يصل الى رئاسه الجمهوريه. في كلام من هذا النوع، بس انه هذا برضو انه هذا التحليل مش قائم على معطيات صلبه، وان كان موجود وان كان لابد ان ناخذه ايضا بعين الاعتبار، بس بما انه المعطيات الصلبه غائبه لا نرجحه وان كان لابد من ان نضعه في سياق الاحتمال. نعم طيب بس موجود، انت لاحظتي في منذ البدايه كانت بعض مراكز الجيش تتعرض يتم التعرض لها بخطأ، وبالتالي كانت في جرحى للجيش، فغير مستبعد انه في حال اندلع محاوله لجر الجيش الى هذه المعركه، غير مستبعد في حال اندلعت جوله قتاليه جديده ان تتعرض يعني مراكز الجيش لقصف مركز وغزير ايضا، فساعه ذاك يضطر الجيش لان يرد على مصادر ينجر النيران الى المعركه. نعم. ويرد على مصادر النيران. اسم قائد الجيش يعني نرجع نحكي بالحظوظ التي حتى الساعة يعني حظوظ الجميع غير متوافرة، إن كان قائد الجيش أو حتى اسم جهاد أزعور اللي حتى بدأ يعني يذهب عن الساحة عفوا خلاص بعد ما يعني كمان تبدل موقف التيار الوطني الحر شوي بعد اللقاءات اللي عم يعملها مع حزب الله، يعني بعد عودة الحوار مع الحزب. ما بعرف إذا تبدل كليا، بس هو على اي حال كمان خلينا نقول خلينا نكون صريحين. نعم. كمان انه بتتذكري وقت اللي يعني بعد جلسه 14 حزيران ووقت اللي نال السيد الدكتور جهاد ازعور 59 صوت، نحن قلنا انه هذه الاصوات غير ثابته وبالتالي هي مرشحه للنقصان، وقاموا علينا انذاك بتعرفي صحيح. طيب هلا نحن اذا يعني واضح تماما انه التيار الوطني الحر غادر تأييده لجهاد أزعور، يعني بدك تقيمي أنت 17 نائب أو 15 يعني من 59 أقله صار في معه 49، صار سليماني فرنجية أكثر، الكتلة التي انتخبت سليماني فرنجية أصلب، في حين أن الكتل التي انتخبت جهاد أزعور هي كتل رخوة وبالتالي معرضة للنقصان. وعم بيقول يعني الخطاب واضح كان الوزير السابق جبران باسيل عندما قال أنه نحن مستعدين لأن نبحث بالأسماء مقابل وطني، شو هني اللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني. هلأ هول بالمنطق خارج حسابات الرئاسة يفترض يكون وخارج عمليات القبض والأخذ والرد والمداخيل والرواتب، إذا بدك خارج الانتخابات الرئاسية ما إلن علاقة بالانتخابات الرئاسية، بس هذا على الأقل فتح الباب أمام حوار متجدد مع حزب الله، وانعقد مجموعة من اللقاءات بين الطرفين. هلأ لم تصل لغاية الآن إلى نتيجة، ولكن الأجواء إيجابية بين الطرفين. إيجابية بس هو أين؟ كمان بيعرف إيجابية بين الطرفين، وهو يعني قرئ خطابه بأنه لم يعد يمانع بأن يسمي فرنجية بحال تم على الأقل. ولكن نعم. ولكن هل سيلبي حزب الله رغبة التيار وتحديدا رئيس التيار النائب جبران باسيل أو مطالبه بموضوع اللامركزية الإدارية؟ أنت بتعرفي اللامركزية الإدارية يعني هي بأحد بنود الدستور واردة بصرف النظر أنه عم يعطيها الإدارية المالية فعليا في كثير بنود الدستور ما طبقت يطبقوا واحدة هذه يطبقوا، ما ممكن انه يعني اذا بدا هو ما تطبق كله على كل الطائف يعني للاسف صحيح. انه كل الحملات التي تدعو الى اغتيال الطائف يعني يعني هذه الحملات ما بتشوف ما بتاخذ بعين الاعتبار انه لم يطبق اساسا. طيب بس هو فتح الباب يعني فتح الباب مع حزب الله امام عدم وضع فيتو على سليماني فرنجي دون ان يسميه
مقابل ما سماه المقابل الوطني اللي هن المطلب. يعني أنا بتصور حزب الله ما عنده مشكلة يعني باللامركزية الإدارية كون حزب الله أنه هو موافق على الطائف، وكون أيضا بأنه يعني اللامركزية الإدارية مطلب يخدم المصلحة الوطنية اللبنانية بصورة عامة. هلأ بالنسبة لصندوق الائتماني أيضا كعنوان ما بتصور في طرف لبناني ممكن أيضا أن لا يوافق عليه. هون كمان خلينا نذكر أنه في مشروع يعني في اقتراح قانون أو مشروع قانون قدمته القوات اللبنانية أيضا من حوالي سنتين بثورة 2021 أيضا حول صندوق الائتماني، اللي هو تقريبا بيشبه كتير الصندوق بالمواصفات التي أعطاها الوزير جبران باسيل. هول أنا برأيي ما بشكله حجر عثرة أمام توسيع مساحة عودة اللقاء بين حزب الله وبين التيار الوطني الحر، لكن بيبقى أنه هل يكتفي الوزير جبران باسيل فقط بهذين المطلبين أم أنه يريد أيضا أن يطلب أشياء أخرى من المرشح المفترض للثنائي اللي هو ثماني فرنجي؟ وهل يفعل ذلك فقط لوضع العراقيل أمام وصول قائد الجيش إلى رئاسة الجمهورية؟ هذا المشكلة بتمنى أنه يسمعني ويسمع المقربون، أنه في مشكلة أصبح عند الوزير جبران باسيل. يعني هلأ بهذا الخطاب الأخير الذي ألقاه يعني فقد الثقة من عند ما يسمى بالمعارضة، وأيضا إني أساسا لا يثقون به إيه؟ وأيضا أنه كمان الخطابات الحماسية والانفعالية التي شنها بفترة من الفترات أيضا باتجاه حزب الله قلصت كثيرا أيضا من عوامل الثقة معهم. فهون أنا برأيي أنه خطابه لابد من أن يأخذ منحة مركز أكثر حتى لا يفقد الثقة لا من كليا لا من هنا ولا من هناك. يعني بده يعيد التموضع خطابه، وبالتالي لا يعتبر فقط أنه السياسة هي عملية مناورة وعملية انتقال من هذه الضفة إلى تلك الضفة وبعد ذلك عندما تقتضي مصلحتي أن أنتقل إلى ضفة ثالثة. هلأ أنا برأيي أنه بعد بيان الدوحة الذي جرى وارتفاع أسهم قائد الجيش بالخارج بالداخل قائد الجيش ما في قوة سياسية تدعو إلى ترشيحه ومحمس وتحمل مشروعه، على عكس الوزير سليمان الفرنجي أنه في قوتين ضاربتين في لبنان اللي هن حركة أمل وحزب الله مع ترشيح سليمان الفرنجي وتبنيا يعني هذا الترشيح. بينما بالخارج سقطت يعني أو إذا بدك انخفضت أسهم سليمان الفرنجي بعد تراجع الموقف الفرنسي في مؤتمر الدوحة الأخير. يعني لاحظي أنت المعادلة كيف مقلوبة، إنه قائد الجيش له يعني له من يحمله في الخارج وبالتالي يفضل أن يصل إلى رئاسة الجمهورية، بينما بالداخل ما في قوة فاعلة تدعو إلى انتخابه، في حين سليمان الفرنجي إنه في قوة داخلية ضاربة تدعو إلى انتخابه، ولكن في الخارج أيضا يعني أسهمه تقلصت إلى حد كبير غير حصول أي فالمرشح نحن هون المرشح الثالث بدك تحاول تلاقي الجامع المشترك بين الحامل الداخلي والحامل الخارجي، هذا هو المرشح الغائب الآن، وهو يعني الذي يجب أن يكون رئيس للجمهورية يعني في مكان ما، لأنه بعض في بعض الجهات بتشوف برئيس سيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجي مرشح تحدي لإله، وبنفس الوقت لما عم بيرشحوا المعارضة مرشح لإلهم عم بتشوفوا قوى حزب الله والتيار الوطني الحر أو حزب الله وحركة أمل عم بيشوفوا أيضا مرشح تحدي، وبتصور يعني إنه المشهد جهاد أزعور وسليمان فرنجي بجلسة 14 حزيران كان واضح كان واضح طيب. كل طرف كان يعتبر بأن المرشح الآخر هو مرشح تحدي له. طيب طالما إنه هذه الأسماء، طالما نحن بهذا المجلس النيابي وهذه التركيبة وهذا الانقسام العمودي اليوم، هل تؤيد ما يطرح من انتخابات نيابية مبكرة لأنه هذا المجلس لا يصلح لانتخاب رئيس للجمهورية أو لا يصلح للتوافق على رئيس للجمهورية؟ نحن يمكن صرنا على الآخر. نعم. أنا كتبت مقال بهذا الموضوع، بس خليني أقول أنه المجلس النيابي اللبناني الحالي ليس أقل انقساما من المجلس النيابي الذي كان في العام 1970، ومع ذلك تم انتخاب رئيس الجمهورية. بس شو الفرق؟ والفرق يعني أنه آنذاك كان في قوى سياسية كانت تخشى الاقتراب إلى الخط الأحمر، الآن بطل في عنا خطوط حمر، حتى
انه بال 58 ايضا يعني القوى السياسيه اللبنانيه لم تكن اقل احتداما وارتطاما ايضا مما هو عليه الان، ومع ذلك تم التوافق على الرئيس فؤاد الشهاب، مثل ما تم التوافق ايضا على الرئيس سليمان الفرنجي الجد في العام 1970. فاذا مجلس النواب على صورته الحاليه ما بيفرق عن مجالس نيابيه لبنانيه سابقه كانت تشهد انقسامات حاده، ومع ذلك كان يتم الالتزام بالمواعيد الدستوريه. المشكله مش بالمجلس النيابي، المشكله بالاطراف السياسيه التي ليس لديها اي اعتبارات دستوريه وليست لديها اي خطوط حمراء. اذا وصلنا الى طريق مسدود، هل تتوقع ان يتنازل حزب الله عن او يتراجع عن دعمه لترشيح الوزير فرنجي لمصلحه انتخاب رئيس توافقي؟ بس ما كمان مطلوب من الاطراف الاخرى يعني ان لا تشترط على حزب الله او على الثنائي عموما ان يسحب مرشحه حتى تجلس معه على طاوله الحوار. يعني هي تطلب هزيمه سياسيه، لانه عم يعتبروا انه هذا حوار مشروط اذا اجى حزب الله جلس على الطاوله وتحدث. اكبر خطا، اكبر خطا في الخطاب السياسي الحالي بلبنان انه عندما يبرز طرف سياسي يقول لك لا يحق لك ان ترشحي، ان يكون لك مرشحا مارونيا، هذا خطا. ولا مرة بلبنان لم يكن ذلك. احكينا قبل مرة، خلينا حكينا قبل مرة، أنا كلبناني يحق لي أن يكون لي مرشح، وبالتالي حتى الأطراف الأخرى يحق لها أن يكون لها مرشحون. المطلوب أن لا يفرض رئيس على لبنان بالقوة الداخلية أو الخارجية، هذا أمر مطلوب بدون شك، ولكن أن يخرج طرف ويقول أنه ليس لحزب الله أو ليس لحركة أمل الحق بأن يكون لهم مرشح، ولا مرة صارت. حتى في ظل الانقسام اللبناني الذي تحدثنا عنه أنذاك، ما كان الرئيس كميل شمعوني مرشح، وكان الشيخ بيير الجميلي مرشح، وكان الرئيس صائب سلام هو الذي تبنى ترشيح سليمان الفرنجي الجد. هلا إذا بصير هيدا الشيء يعني هلا بيحكوا بالميثاقية وبيحكوا بأنه لا يحق، واليوم المشكل الأساسي اسمح لي، اليوم المشكل الأساسي أنه المسيحيون في لبنان هم من يحق لهم أن يقرروا من هو الرئيس الماروني. لا يحق لهم ولا يحق لأي طرف سياسي لبناني. الرئيس ماروني صح، ولكن أنه هذا ليس الحكر، ليس اختيار على الموارني. الأمر ذاته هذا بالنسبة للرئيس الحكومي، الأمر ذاته بالنسبة للرئاسات الأخرى. هو الرئيس ماروني ولكنه ليس حكرا على الموارنة أن يسمونه، وينطبق هذا على كل الرؤساء الآخرين. لا، نحن إذا بدنا نروح إلى هذه المسألة بنكون فعلا يعني وصلنا، هو في خطاب من هذا النوع، بس بنكون وصلنا إلى حالة لا يمكن الرجوع عنها. أنا برأيي لا، أنه الرئيس يجب أن يعني وقت الدستور بحدد لك أنه جلسة النصاب الأولى الدستورية بتكون 86 نائب. هذا شو بيعني؟ هذا بيعني انه يجب ان يكون الرئيس متوافق عليه. عم نحكي عن الجلسه الاولى. ما فيك تنتخبي رئيس جمهوريه من الدوره الاولى واحد بياخذ 20 صوت وواحد بياخذ 15 صوت تقولي هذا الرئيس، لا. فلذلك انه حتى تاخذ الجلسه النيابيه دستوريتها وبالتالي تعبر عن توافق الثلثين من اللبنانيين، ساعتها ذاك انه يصبح رئيس متوافق عليه. لا يصح لاي طائفه، هو على اي حال انه صحيح انه يعني الاعراف تقتضي بان يكون الرؤساء على الشكل وعلى النوع الذي يعرفه الجميع، بس هذا ما بيعني انه هو يفترض انه عندما يكون رئيسا جمهوريا يصبح مش رئيس ماروني، رئيس حكر على طائفه معينه. مش خليني اذكر بحميد فرنجي ب 52. نعم، صرنا على الاخر يمكن. لا ما بعد 10 دقائق. يعني كان هو الرئيس كميل شمعون، فراح لعند كميل شمعون حدا يعني طبعا توسط بينهما وعملوا مجموعه من احصاءات الاصوات، طلع انه الرئيس كميل شمعون قبل ان يصبح رئيسا بياخذ صوتين ثلاثه اكثر. خرج على وسائل الاعلام شو قال؟ انه انا انسحبت، بعرف انه الاكثريه المارونيه معي، بس انا لا ارضى ان اكون رئيسا للموارنه فقط. الرئيس هذا حميد فرنجي. فإذا لا يعني في تعبيرات كثير. هذا كان ماضٍ، ماضي وراح. يا ريت بيرجع هذا الماضي. بس إنه لا، إنه الكلام إنه الموارنة هم الذين يختارون رئيسهم والسنة هم الذين يختارون رئيس الحكومة، كمان إنه لا، هذا أنا برأيي إنه بنكون نحن عم نروح نحو ممارسة فيدرالية طائفية بغيضة، وبالتالي بنكون عم نهرب من عملية بناء الدولة الوطنية.
كل أزماتنا، كل أزماتنا المالية والاقتصادية والاجتماعية وإلى آخره نتيجة عدم قدرة القوى السياسية اللبنانية على بناء هذه الدولة التي يجب أن تكون للجميع، مش لهذه الطائفة ولا لتلك الطائفة. هل تتخوف من الفيدرالية وتتخوف طبعاً من التقسيم طبعاً وتتخوف طبعاً من لأنه هناك من ينادي مجموعات اليوم بلشت تظهر في لبنان؟ كل من يدعو إلى الفيدرالية، وأقولها عن قناة الجديد، يقرأ كتاب قصة الموارنة لجوزيف أبو خليل، يقول بالحرف أنه الطرح الفيدرالي الذي طرح في العام 1976 وبعد ذلك في مؤتمر لوزان في العام 1980 نتيجة اليأس. الفيدرالية هي خطاب اليأس مش خطاب الحل. وبالتالي من بيقول أنه حرفيا هو يقول أيضا أنه من يضمن إذا ذهبنا إلى الفيدرالية منكون عم منحقق الأمن الموعود الذي نريده، في حين أنه الفيدراليات الأخرى التي تجاورنا لن تكون قلقة منا، حرفيا هو يقول ذلك. وبالتالي لن يكون يعني وبالتالي لن تتحول هذه الفيدراليات إلى خطوط تماس حربية بين هذه الفيدراليات. لكن هناك من يقارن بين الفيدرالية الأمريكية اليوم أنه لماذا لا يتم تطبيق هذا النموذج على لبنان؟ بأمريكا مجتمع مهاجرين، مجتمع مهاجرين، نحن أبناء شعب واحد، أبناء قومية واحدة، أبناء وطنية واحدة، من الفينيقيين لحد العرب، من الساميين لحد العرب. إنه شو بيختلف الدرزي عن المسيحي عن الشيعة عن الأرثوذكسي؟ كلنا لغتنا لغاية الآن 60-70% منها سرياني، لأنه أجدادنا كانوا يحكوا هكذا. وأيضا بالوقت نفسه إنه بترجع إلى الطوائف والمذاهب، إنه عملية الانتقال من الطوائف والمذاهب الكثير يعني الآن من العائلات المسيحية كانت مسلمة، والكثير أيضا من العائلات المسلمة كانت أيضا مسيحية. لا مش صحيح، ما هو تراث واحد إسلامي ومسيحي. ما في مسلم بالعالم العربي ما في مسيحي، في شيء من المسيحية، في الكثير من المسيحية، والعكس صحيح. بأمريكا في عندك من الهنود الحمر للإسبان للألمان للروس للألمان، فعملوا فيدراليات حتى يصلوا إلى الدولة المركزية. بس بالوقت نفسه الدولة المركزية بأمريكا أقوى من كل الولايات الأخرى. نحن عندنا الدولة هي أضعف الأطراف، إن كان على المستوى المجتمعي وحتى على المستوى السياسي. إذا تعمل الفيدرالية في ظل دولة مهترئة بدون شك إن بتكون عم تروحي نحو التقسيم. بدي أسألك قبل ما يدهمنا الوقت عن موضوع، لأنه كمان سمعنا بعد البيانات اللي صدرت عن، بس خليني أقول شغلة، إنه لبنان التاريخي أكبر من لبنان الكبير. لبنان التاريخي من حمص إلى حيفا، الدعاة الفيدرالية لازم يعرفوا هيك. والذي كان يقول بعض الأطراف أنه استعادة الأقضية الأربعة مش صحيح، عفوا ضم الأقضية الأربعة مش صحيح، استعادة لبنان للأقضية الأربعة، خلينا نقرأ التاريخ مظبوط. مش صحيح أنه لبنان لزق هيك، لا، لبنان التاريخي من حمص لا عكا لبعد عكا. وأنا كتبت أنه هل تعود عكا لبنانية؟ بس في خلاف بين سوريا الكبرى ما هو بتسميها لبنان ولبنان، بتسميها لبنان، بتسميها سوريا الكبرى، بتسميها بلاد الشام، بتسميها أرض كنعان، بتسميها أرض السريان، هي ذاتها هي أرض واحدة، هي أرض واحدة وشعب ووحدة حضارية واحدة، بصرف النظر عن الأسماء. هلا بيزعل اللبناني وبيزعل السوري وبيزعل الفلسطيني، ما هي أرض واحدة، وهذه تسميات حديثة، بس هي كانت من أرض آرام لأرض كنعان لسوريا لبلاد الشام يعني كلها أرض واحدة، بتسميها سوريا بتسميها لبنان بتسميها فلسطين مثل ما بدك. بس أنه عمليا أنه التاريخ اللبناني على المستوى الحضاري وحتى على مستوى النفوذ على المستوى الاقتصادي هكذا كان، يعني فيك تراجعي مقالي لبنان التاريخي أكبر طبعًا من لبنان الكبير. طبعا بالعكس نحن بنستمتع لما بنقرأ مقالاتك أستاذ توفيق، لأنه تسلم فيها كثير من المعلومات العامة والثقافة والعودة إلى التاريخ. سؤالي الأخير في هذه الحلقة لا يتعلق بلبنان، إنما سمعنا بعد البيانات اللي صدرت عن سفارة المملكة العربية السعودية وسفارة الكويت إنه قد يكون هذا الأمر له علاقة بالإقليم، وتحدثنا عن الشق الإيراني، ولكن أيضا في حديث تم التداول فيه ما أعرف إلى أي مدى هو صحيح له متعلق بالعلاقة السعودية السورية. صحيح، في فرمدة للأسف، يعني كان متوقع إنه بعد مشاركة الرئيس الأسد بجميع الدول العربية أن تكون مساحة اللقاءات والتعاون بين المملكة العربية السعودية وبين الجمهورية العربية السورية أكثر. في ضغوط أمريكية بدون شك،
بدون حتى يعني كان يفترض ايضا دوله الامارات ان تبدا بتفعيل اتفاقيات اقتصاديه وتجاريه مع سوريا، كمان هذه للاسف يعني في تراجع فيها حتى ما اقول انه جمدت. كنا متوقعين انه بعد اللي هي قمه لم الشمل انه ان تتوسع العلاقات العربيه السوريه، هذا لم يحدث بدون يعني انا لا ارمي يعني بس انا حتى يفهمني اللي عم بيشاهد، انا مش مع نظريه المؤامره بس انا متابع تماما السياسه الخارجيه السعوديه، ويعني تقريبا كل اسبوع في وفد امريكي بالرياض. المشكله مش بالسعوديه، المشكله مش بسوريا، المشكله عند الامريكان. السعوديين عم يتأنوا شوي شوي بالتالي حتى يعني ما يصطدموا لا مع الامريكان ولا مع غيرهم. طب هذه العلاقات لم تتطور او لن تتطور؟ لا سوف تتطور ولكن ببطء وليس بالصورة السريعة التي كنا نتمناها بتطبيع العلاقات كاملة بين الرياض وبين يعني دمشق. موضوع السفارات المؤجل مثل ما عم بصير بين الرياض وبين طهران، يعني بدها تاخذ وقت 3 سنين و4 سنين و5 سنين نعم. حتى تنفرج العلاقات كاملة. بتمنى لأنه السعودية وسوريا دولتين عربيتين ما تستغرق عملية التطبيع بينهما هذه السنوات، لأنه أيضا لبنان عول كثيرا على سين سين جديدة. كل انفراج إقليمي ينعكس انفراجا على لبنان، وكل توتير إقليمي ينعكس سلبا على لبنان. وأهم من قال ذلك كان عندنا وزير خارجية رائد اسمه فؤاد عمون، كان ممكن يجي رئيس جمهورية بال64، يعني وضع أسس لسياستنا الخارجية، اعتبر بأنه سياسة التوافق اللبناني مع الدول العربية إما تنعكس سلبا على لبنان إما تنعكس إيجابا. فلذلك السياسة الخارجية اللبنانية يجب أن تعكس دائما التوافق اللبناني، وبالتالي عمل لبنان على التوافق العربي بدون شك ينعكس توافقا داخليا. اللي بدي أقوله شيء مؤسف بس أتمنى أنه لا يعني بتصور السعوديين أخذوا قرار بالتطبيع مع سوريا، السوريين أيضا فاتحين أذرعهم، بس أنه أن تكون الخطى أسرع مما يجري حاليا. بس أي مطالع وأي مراقب للصحف عم بيشوف دائما في وفود أمريكية راحة جاية على الرياض، هذا شيء مؤسف. أنا بدي أشكرك الصحفي والكاتب السياسي توفيق شومان على هذه المعلومات وهذه الحلقة. مشاهدينا شكرا لكم على كرم المتابعة، الوقت انتهى، إلى اللقاء.